نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالأسكندرية مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمكتبة الإسكندرية. وشهد المؤتمر إقبالا جماهيريا كبيرا من أبناء المحافظة والقوى السياسية والدينية وأيضا طلاب الجامعات، حيث تم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن أهم المشروعات التنموية التي شهدتها الأسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي أدت إلى نقل الأسكندرية لنقلة نوعية. كما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلا في مؤسسة الجرح للتنمية بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وأعلن الحضور دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي، وتم خلال المؤتمر استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الفيوم. وشهد المؤتمر حضور نحو 5000 مواطن وعدد من قادة الرأي بالمحافظة.